إذن سوشيال ميديا شغل الشاغل الكل. نهار السبت نعطيكم معلومات جديدة، رح نعمل ريكاب على كل 2017 شو صار، ورح نشوفوا علي وين صار. بده يعمل توقعات السوشيال ميديا لعام 2018 صار بينجم، بدنا نشوف شو بصير، إذا بتزبط معه ما بتزبط، وأنا لاحقه على الدعسة. إذا شيء ما زبط معك يا علي شوف شو حعمل فيك. سوشيال ميديا مع علي. جوزيف بدنا نتفق على علامة للنجاح، أنا حعمل 5 توقعات، أكيد ما حيزبطوا كلهم، طيب شو علامة النجاح؟ 3 من 5؟ 3 من 5 منيحة. إيه 3 من 5، هي توقعات ولا دراسات؟ لا هلا هي توقعات، بس مثل ما الكل بيقولوا توقعاتنا مبنية على دراسات. عادي مثل الكل أنا توقعاتنا مدروسة. شو صار ب 2017؟ حنفوت ليك، أنا ما بدي يعني خبر العالم قصص بيعرفوها، ما حخبركم إنه شو الهاشتاجز اللي درجت وشو المواضيع اللي انحكى فيها، كلنا بنعرف هالقصص. بدنا نتحدث عن قصص هيك خبايا ودراسات صارت وكيف تغيرت القصص اذا بدك من تحت الطاوله. اوكي مواضيع اللي ما كتير نحن خي عنا بعلم صباح كل شيء فوق الطاوله بنعمل. فنحن هلا اللي تحت الطاوله بدنا نطلعه لفوق الطاوله. ما هي بس قبل هيك خبريه سريعه عن قصص عم تعملها فيسبوك هلا. يعني تنحكي شوي عن قصص ترندينج اليوم. فيسبوك عم تدرس 3 قصص تغييرات شبه جذريه بطريقه تعاملنا نحن كمستخدمين مع الفيسبوك. اول شغله رح تعطينا الاختيار انه نحن كل شيء نحطه على الفيسبوك يطلع على النيوز فيد بس او يطلع على البروفايل بس. يعني احنا اليوم بس نحط شيء بيطلع عنا على البروفايل وبينزل عند العالم على النيوز فيد. صح، ما عنا الاختيار انه ننقي وين بدنا نحطه. سو رح يصير عندنا هيدا الاحتمال قريبا انه نعمل الاثنين. هو اوريدي على الاثنين عم بيطلع، هو اوريدي عم يطلع على الاثنين، بس حيصير عندنا الاختيار وين بدنا ننزله، اذا هون بس او هون بس. ايه صار يمكن ولا لا بعد قريبا. شير لانه الشير صار يطلع شيء جديد. انا على الشير هلا بقول لك شو هي. هلا حنحكي عنها. فيسبوك صار يسمح لك انه انت بس تعمل شير، تعمل شيء اسمه سكيدجولينج، او يعني تحط البوست اذا ما هلا بدك اياها تنزل، تختار وقت معين. أوكي. بالمستقبل بعد دقيقه بعد ساعه بعد يومين تنزل تلقائيا. نعم. سو هاي صارت موجوده هلا، هيدي هي اللي صارت عم تطلع عندك سهم صغير. ورح يصير قريبا كمان بالفيسبوك في فيشل ريكوجنيشن، يعني رح يصير يعرف اذا حدا غريب حط لك صوره لإلك تعرف دغري حتى لو ما عمل لك تاج. حلو، فهيدي خاصية كتير قوية. نعم. لأنه فيسبوك صار يقدر يتعرف على الوجوه، يعني حتى لو ما نعملنا تاج رح يقلنا فيسبوك انتبه يا فلان علي عمل لك صورة، حط لك صورة، رح يصير يبين معك. أوكي. تنبلش بالموضوع الأساسي تبعنا، شو صار بال 2017 بالسوشيال ميديا. أول شيء صار فيه 2.5 مليار مستخدم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. بس 2.5 مليار. طيب يعني اكثر من 30 احنا بعد ما وصلنا لل 8 بعتقد. طيب ما وصلنا لل 8 بس كثير عالي، توقعت اكثر على من العالم. في حدا بعده بيستعمل السوشيال ميديا؟ في ناس بعده، يعني بعدين ما تنسى يعني في مجتمعات معينه مش واصل للانترنت حتى. اوكي، فعم نحكي برقم كبير. اوكي وهون حنشوف اول جراف عندنا اياه كيف بسنه 2017 كان موزعين المستخدمين. رح نشوف انه الفيسبوك كانت اكبر اكيد بابل عندنا اياها هون. اليوم اغلب المستخدمين بالفيسبوك، وبال 2017 فيسبوك كسرت ال 2 مليار مستخدم. أوكي. بشهر 6، شهر 6 فيسبوك اعلنت انه صاروا فوق ال 2 مليار مستخدم. ويوتيوب كمان عندها يعني بعد فيسبوك ثاني اكبر عدد مستخدمين، بيجي وراهم انستغرام وتويتر. انستغرام اكثر، يعني انستغرام بعده اكثر من تويتر. انا مع انستغرام. هن صاروا نفس الشركه دخلك؟ صاروا نفس الشركه، يعني اليوم انستغرام وفيسبوك فيسبوك بتملك انستغرام. نعم، يعني فيسبوك بعدها المسيطر على عالم التواصل الاجتماعي. نعم. شو صار كمان بهالسنه اللي مرق علينا؟ فيسبوك اطلقت 3 قصص اساسيه كمان غيرت بكيف بنستعمل فيسبوك. صار في دعايات بالفيديوز اللي بنستعملها، هي شغله ما كانت موجوده قبل، عملوها ليضاربوا على اليوتيوب. اوكي. صار في كتير ناس عم تعمل لايف كونتنت. اوكي. هي هيدي خاصيه نزلت بال 2016 بس بال 2017 اذا بدك ازدهرت الفيديو لايفز، نحكي مع العالم لايف. صحيح. يعني يتواصلوا معنا. اللي صارت هلا على الانستغرام كمان. صارت وين ما كان، حتى تويتر صار عندهم اياها. ومثل ما قلت بالشهر 6 فيسبوك اعلنت انه صار عندهم اكثر من 2 مليار مستخدم. سناب شات اختفى؟ سناب شات مختفي من زمان وهلا حنحكي عنه. يعني انا عندي بالتوقعات كمان شوي لسناب شات اخبار مش كثير حلوه. تويتر بال 2017 اعلنت اذا بدنا فينا نقول اكبر اعلان
من كذا سنة بتاريخ السوشيال ميديا. أوكي. يلي هو صار فينا نكتب 280 حرف بدل 140 حرف. يعني هيدا شيء كتير أساسي بنية تويتر عليه. وب 2017 قررت تكسر هيدا القانون. نعم. وتدوبل قد فينا نحكي على تويتر. بال 2017 على اليوتيوب يلي هي مثل ما قلنا تاني أكبر شبكة كانت, أكتر فيديو انحضر شو هو؟ شو هو أكتر فيديو؟ جنجم ستايل ديسباسيتو. اكثر فيديو انحضر هلكنا منه 4 جنجم ستايل. هذا قبل 2016 100% هذا من 3 سنين ديسباسيتو 4.5 مليار مشاهده 4.5 مليار مشاهده. واليوم غير انه بال2017 كان اكثر فيديو محضور, هو اليوم اكثر فيديو محضور بشكل عام على اليوتيوب. شو حال ديسباسيتو؟ نعم. في كمان صار يعملوا بزنس على السوشيال ميديا, يعني بزنس ان الواحد فيه اذا حضر فيديو على قد عنده نطلع منه مصاري, يعني على يوتيوب مثلا 100%. وليه الفيسبوك كمان صارت تحط دعايات للناس اللي عم تحط فيديوز يبلشوا يقدروا يطلعوا منها مصاري؟ نعم. لانه تنذكر انه اليوتيوب هي شركه منافسه, هي بتملكها شركه جوجل يلي هي اكبر شركه منافسه للفيسبوك. فيسبوك ب 2017 انستغرام, اذا بنشوف ثاني جراف. نعم. انستغرام كسرت سناب شات. يعني سناب شات كان صار له كم سنه عم تطلع عم تطلع عم تطلع عم تطلع, خاصه التينيجرز يعني كانوا كتير انتو سناب 100%. انستغرام بنص 2016 اطلقت خاصيه الانستغرام ستوريز اللي هي نسخه طبق الاصل عن سناب شات, واليوم بنهايه 2017 صار في حوالي 250 ل 300 مليون شخص عم يستعملوا ستوريز مقابل 166 مليون على السناب شات. يعني ضعف الرقم. ف وليك باي فتره قصيره شايفين قد ايه. وهون بعد لا اكيد 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 هي من توقعات اللي انا عم بعطيها. هي مش انت اوكي. فكمان هلا اذا بنشوف الجراف الثاني كمان من اهم الاخبار اللي صارت, ثالث جراف عنا اياه, انه لاول مره بتاريخ الاعلام الحديث والاعلام التقليدي الاعلانات على السوشيال ميديا تخطت الاعلانات على التلفزيون. اي طبعا من شان هيك كل التلفزيون. واليوم صارت, يعني هيدي السنه صارت طبعا. مش من زمان, انا توقعتها يعني بال 2015. وين بدي اشوف الفيديو توقعتها هو. خلينا نطلع على الديجيتال, يعني كل شيء على الكمبيوتر وشبكات التواصل. اذا نشوف الخط الاسود كيف عم يطلع, نعم, مثل الخط الاحمر كيف عم ينزل. بال 2017 زاد الصرف الإعلامي على الإعلاني, نعم, على شبكات التواصل مقابل التلفزيون. يعني العدو الأكبر للتلفزيون هو السوشيال ميديا. لا هو هلأ هون مشان عم يجربوا يلاقوا التلفزيونات ووسائل الإعلام التقليدية كيف فيهم يشتغلوا مع بعض الاثنين. سو هيدي كانت شغله قصه كبيره كمان. كل مره مثلا عندها سوشيال ميديا مثل عالم صباح, انا نحن سوشيال ميديا كمان كثير مهم. نعم. اذا بنشوف رابع جراف عندنا اياه, حاعطيكم بعدد المستخدمين توب 10 شبكات التواصل الاجتماعي بالعالم. اول شيء الفيسبوك مثل ما قلنا باكثر من 2 مليار, عندنا اليوتيوب بمليار ونص, ثالث شيء عندنا الواتساب بمليار فاصل 3, فيسبوك ماسنجر كمان مليار فاصل 3, ويتشات كيو كيو هن مواقع صينيه. كمان هن. اذا نزلنا رح نشوف انستغرام 700, رح ننزل شوي رح نشوف تمبلر, رح نشوف كمان موقع اجنبي, وتويتر حتى اليوم بعده منه بالتوب 10. أوكي. ولا انستغرام بالتوب 10 لانه, ولا عفوا سناب شات بالتوب 10 لانه هن تحت ال 300 مليون مستخدم. ننتقل لجراف الخامس, حنشوف التوب 5 انستغرام بروفايلز بال 2017. سيلينا جوميز اكيد اكثر انستغرام بروفايل عليه فولو بطبيعه الحال هو صفحه انستغرام. طبعا. اوكي. ثاني شيء راح يكون عندنا سيلينا جوميز ب 128 مليون فولوور, راح يكون عندنا اريانا جراندي كمان فنانه اجنبيه, كريستيانو رونالدو اكثر لاعب رياضي عنده فولوورز على الانستغرام ب 113 مليون, وبيونسي ب 107 مليون على الانستغرام. بس مش كثير فرق. ها ما كثير فرق. بعد في اوباما كمان بس مش بهالارقام الكبيره. منه بالتوب 5. اوكي توب منه بالتوب 5. راح ننتقل على السادس جراف, وتوب 10 صفحات على الفيسبوك عندها فولوورز. اوكي. اكيد اول شيء فيسبوك عندهم صفحتين بيملكوها اسمهم فيسبوك فور ايفري ون فور ايفري فون, وفيسبوك هن عندهم اكبر عدد فولوورز 2.4 مليون. نرجع كمان عندنا كريستيانو رونالدو 122 مليون بالمرتبه الثالثه, شركه كوكاكولا العالميه ب 106 مليون, ريال مدريد النادي
106 مليون كمان شاكيرا 104. هي الفنانة الأولى ب 104 مليون. اف سي برشلونة 103 مليون. فان ديزل الفنان الأول ب 100 مليون. امينيم ب 89 مليون. وليونيل ميسي إذا بدك اللاعب الرياضي الثاني ب 89 يعني مليون. توب 10 هولي توب 10 على فيسبوك على الفيسبوك. نعم سو هولي كانوا هيك شوية أرقام صارت بال 2017. تنفوت بالتوقعات. توقعات تضم عنا هولي بس وانصرت انت يعني صار عم تتوقع النسبة يعني. نعم. اليوم بعد ما بلشت طلعت راس السنة إذا فينا نرجع نحط على هاي براس السنة فيك تشوفي شو رح يصير معي أنا بال 2018. أنا هو ما خصي هولي كارمن بدنا نسألها. أوكي ما فيك تشوف لي بس أنت على السوشيال ميديا. أنا على السوشيال ميديا تيجي تشوف لك على السوشيال ميديا شو حيصير معك. نعم. توقعاتي هي التالي. تفضل. اوكي سناب شات رح يصير في تغيير جذري. أوكي. كيف بيقولوا هيك قصص شويه يعني مموهه قصدك؟ مش بالضروره رح يكون في تغيير جذري ان كان بفكره سناب شات ان كان بشكل سناب شات وكيف اكيد الهدف منه رح يكون التحسين. اوكي بس رح يتغير سناب شات كيف نحن بنعرفه. شو النتيجه ما بنعرف 100% الهدف منه لانه اليوم عم ينازل سناب شات. اوكي عم يموت فمجبورين يلاقوا طريقه انه يحلوها لهالقصه. انستغرام انستغرام قريبا كمان هي مش خبر هيدا توقع ما في خبر رسمي رح يضرب ضربته رح هو ضارب ضربته بس رح يصير في سبورت للصور والفيديوز ل 360 درجه اللي بنبرم فيهم حول مكاننا. شو قصدك سبورت يعني؟ يعني اليوم الانستغرام ما فينا نحط فيه صوره 360 درجه. نعم رح يصير نقدر نحط صور انستغرام. في شغله ثانيه كمان انا بتمنى انه اذا انعملنا تاج بشيء نعرف غير انه نعرف انه يبين عنا يبين عنا بس نحن بنشوفه الفولورز تبعنا ما بيشوفوا كمان. اوكي وتوقع اكبر للانستغرام انه رح يصير فينا نحط قصص بس منا صور. اليوم انستغرام ما بيسمح لنا نحط صور او فيديو. انا بتوقع انه يصير يسمح لنا نحط تكست فقط او صوت فقط. اها اليوم هذا الشيء ما عندنا اياه بالانستغرام. اوكي فيسبوك انا بتوقع انه بال 2018 فيسبوك رح تطلب مصاري من المستخدمين العاديين. ما عم اقول رح تجبر الناس تدفع لحتى تستخدم الفيسبوك بس رح يبلشوا يعطونا خاصيات لناس قدرانه تدفع حقها. وما عم بحكي للشركات عم بحكي لاشخاص مثلي ومثلك. نعم يعني انا ما بدي حدا يعمل لي تاج على الفيسبوك. اوكي ادفع حق هيدا عم بعطي مثال هون. مش هيدا التوقع. أوكي. التوقع انه رح يدفعونا حق شيء انه شيء شو ما بعرف يعني اوبشنز ندفع حق مش انه على الاستعمال العادي او يمكن لا يصير ناس اكثر تشوف البوست تبعولنا بدهم يدفعونا على موجود للشركات بوست يعني على موجود للشركات. أوكي. مش للاشخاص. أوكي. فانا عم اقول رح الاشخاص رح يصير في عندهم اوبشنز يدفعوا للفيسبوك. نعم تويتر انا برايي كمان تويتر هي شركه عم تنازع واليوم تويتر بعد كل هالسنين أوكي. شركه غير مربحه شركه عم تخسر كل سنه اكثر من نص مليار دولار. نعم انا برايي تويتر رح يصير في استحواذ اكويزيشن. يا تويتر رح تشتري شركه تانية او حدا بيشتري يا شركه رح تشتري تويتر. نعم. بهدف اكيد التحسين مثل ما كنا عم نقول. نعم. واخر توقع هو للواتساب رح يصير فينا نعمل جروب كولز. نعم اليوم ما فينا نعمل ما فينا نحكي ثلاث اشخاص مع بعض على الواتساب. نعم فهي شغله انا بتوقع انها تصير بال 2018 وهيدا كانت التوقعات والاخبار تبع 2017 و18. نصيحتنا باخر 30 ثانيه نعم على راس السنه جوزيف قد ما بنستهلك ميجا بايت فيك تعمل ديسيبل للاوتوماتيك بيكتشرز والفيديوز يعني كل الصور اللي بتجينا ما تنزل معايدات ما تنزل اوتوماتيكلي ما نقدر نصرف الداتا بصير فينا نحن نختار ايمتى بدنا ينزل. اترك الدوله تستفيد يا خيي بدنا نحن نستفيد شوي. كنا مع المنجم عفوا مع علي بنشوفك السبت الجاي الله رد بالسنه الجديده 2018 مع اخبار جديده وبحبلش رقبك يلا 3 من 5 اذا 3 من 5 سجلونا هالحلقه اذا زبط 2 من 5 لك قصاص يلا على راسي بشوفك اذا بالسوشيال ميديا السبت القادم بريك وبنرجع خليكم معنا ما تروحوا لمطرح.